إذن مشاهدينا، دعونا سريعا نذهب مع حضراتكم في جولة لمراسلي إكسترا نيوز في هذه النشرة الإخبارية لأهم الفعاليات التي تحدث الآن. على سبيل المثال، نتحدث معكم عن مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر برلين حول ليبيا، ومن هناك تنضم إلينا الزميلة دينا زهرة مفيدة إكسترا نيوز إلى برلين. أما على الجانب الآخر من لندن، تنضم إلينا الزميلة ريهام السهلي للحديث حول الاستعدادات للقمة البريطانية الإفريقية للاستثمار. وإذا سمحتم لي البداية مع دينا زهرة. دينا، إليك الكلمة. تنطلق من هنا من المستشارية الألمانية قمة برلين ليوم واحد للتباحث حول الأزمة الليبية ودعم عملية السلام بين الفرقاء الليبيين. وفود أكثر من 16 دولة ومنظمة حضروا للاشتراك في هذه القمة، بما فيهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. من المفترض أن يتم التوافق على نزع سلاح الميليشيات، استئناف العملية السياسية عبر انتخابات تشريعية ورئاسية حرة وشاملة، وكذلك وقف إطلاق النار والوصول إلى هدنة، وإنشاء لجان بعضوية الأطراف المشاركة لمراقبة وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في قمة برلين. دينا زهرة من مقر المستشارية الألمانية برلين. دينا، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل.